الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نعالج موضوع درسنا اليوم في مادة التفسير، درس بعض مظاهر الجمال في السماء والأرض، وهو مندرج ضمن المحور الأول علاقة الإنسان بالكون، لا بأس أن نقوم بمراجعة للدرس السابق. حدد وجوه الاتفاق والاختلاف بين مياه البحار ومياه الأنهار، واذكر بعض جوانب التسخير في البحار التي أشارت إليها الآية 12 من سورة فاطر: وما يستوي البحران، بين تجليات قدرة الخالق سبحانه وتعالى في تسخير الزمان لمصلحة الإنسان المكلف. تمهيد وإشكال: من الثابت أن الإنسان وقف حائرا أمام كثير من الظواهر الكونية التي استفزت عقله وشعوره على امتداد وجوده فوق هذه الأرض، فكم مرة تساءل عن سر تلك النجوم المتلألئة في الفضاء، وعن تلك الشهب التي تظهر وتختفي فجأة كلمح البصر، وكم مرة وقف عاجزا عن فهم سر تلك الرياح التي تهب حارة وباردة ومعتدلة، متسائلا عن القوة الكامنة وراء تصريفها على هذه الأوجه المختلفة. وكثير غيرها مما يملأ جوانب الكون الفسيح، فكيف تعامل القرآن مع ظواهر الكون المحيرة للإنسان، وكيف وظف هذه المظاهر الجميلة الرهيبة في مسيرة الاستدلال والمحاجة مع المنكرين والمعاندين؟ للإجابة على هذه الأسئلة سوف نتناول هذا الدرس الذي يهدف إلى ما يلي: أولاً، تعرف بعض مظاهر الجمال المودعة في السماء والأرض، التفاعل الإيجابي مع هذه الصور الجمالية في الكون، قراءة آيات الله المنظورة في الكون لتأمل عظمته. درس اليوم مأخوذ من سورة الحجر، وهذه السورة كما هو معلوم سميت بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ما حدث لثمود قوم النبي صالح عليه السلام في منطقة الحجر، وهي واقعة بين المدينة والشام. وهذه الصورة مكية، أما موضوعها الرئيسي مصارع الطغاة والمكذبين لرسل الله في شتى العصور، ولذلك ابتدأت بالإنذار والتهديد، وعرضت لدعوة الأنبياء وموقف أهل الشقاوة منها، وتحدثت عن بعض آثار قدرة الله في هذا الكون العجيب، وعرضت قصة إبليس مع آدم واستكباره عن السجود، كما عرضت قصص بعض الأنبياء تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيتا لقلبه، وختمت بالتذكير بنعمة إنزال القرآن العظيم. قبل أن نمر إلى البيان والشرح، نقرأ هذه الآيات من السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب